وأنتم فيه مملؤون. ده العنوانين الكبار. غنى معرفة السر الله المسيح فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. وأنا بفهمه بفهم، وأنا بشوفه بشوف، وأنا بسمعه بسمع، وأنا بقابله بقابل الحياة. وأنا فيه أنا مملوء من كل ملء الله. مقدمة ممكن أقعد فيها أسابيع طويلة أتحدث، لكنه رح عمل أربع تطبيقات، كل واحدة منهم قضية قضية. رح عمل أربع تطبيقات عينات، يعني إيه إحنا فيه مملؤون به بالمسيح في المسيح. الأربع حاجات: ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقام الأموات. واحد. اثنين: إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. ثلاثة: محى السك الذي علينا. أربعة: جرد الرياسات والسلاطين. اسمحوا لي في الوقت القصير الفاضل لي أتكلم عن الأربع عناوين دول بسرعة شديدة. أربع حقائق مهمة جدا بأدركها في المسيح، بعيشها في المسيح، بحياها في المسيح. الحقيقة الأولى اللي كنا عمالين نقوله الأسابيع اللي فاتت، بالذات الأسبوع اللي فات، الختان بتاع اليهودية ختان في الجسد، بقطع حتة في اللحمة، واللحمة اللي هي الإيه؟ فاكرين الأسبوع اللي فات اللي هي الإيه؟ اللي هي إيه؟ سوما. ناس فاكرة إيه الحلاوة دي؟ سوما. وقلت بولس استخدم كلمتين مستخدمهم هنا، نفس الكلمتين السوما والساركوس، نفس الكلمتين. السوما الجسم ده، ده اللحم والدم اللي ربنا عملهم، والساركس هي الإنسان العتيق الفاسد، جسد الخطية، الأنانية والكبرياء، عبادة الذات. قال الختان في اليهودية ختان في السومة بإيد بشر، أما ختان المسيح لما قبلت المسيح، لما اعتمدت مع المسيح، مت مع المسيح وقمت مع المسيح، عشان كده قال ختان المسيح وبعدين قال المعمودية. فختان المسيح والمعمودية هما ذات الشيء، اللي هما إيه؟ اللي هما خلع جسم خطايا البشرية. مرة تانية بيقول إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف غلف جسدكم. المرتين هنا بيكلم الجسد ساركس، ما بيكلمش عن السومة. كلمتين نرجعوا لهم في اليوناني، ساركوس ساركوس. غلف الجسد مش ده، غلف جسد الخطية، جسم الخطايا هو الساركوس، أنانيتك وكبريائك، دورانك حوالين ذاتك، عبادتك لنفسك اللي منعاك انك تعيش في المسيح ويكون ليك الحياة هي المسيح، وتنير نور المسيح وتعيش في ملء المسيح. الساركس بتاعك هو عدوك الأول، والمسيح عنده مشرط، عنده مشرط. المشرط ده اسمه الصليب، والصليب دوت بيقطع بيه غلف الساركس عشان السومة تبقى نظيفة وتحمل النفس البشرية الصحيحة وتحمل روح الله وحلول المسيح فيضيء للذين من حولنا. الذي به ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشر بختان المسيح. المسيح عايز يختنك، ختنك ولا ما ختنكش؟ وقال دي اللي حصل في المعمودية يا جماعة، ولا انتوا مش فاهمين المعمودية؟ المعمودية مش شوية مية، المعمودية مدفونين معه للمعمودية للموت. الموت عن مين؟ الموت عن ذاتي، الموت عن جسد الخطيئة،